يقولوا أنه على الأقل الطرف زوز أطراف اليوم الموجودين في الاتحاد العام التونسي للشغل حديث عن تواجد أمني. قبل شوية كنا نسمع في سي خالد العراك يقول أنه صار اليوم اقتحام لمقر اتحاد الفلاحة والصيد البحري مع بالقوة العامة مع من قبل سي نور الدين بن عياد, ويقول أنه ننتظر في النيابة العمومية أنها تتحرك ولا تعطي توضيح في اللي صار. خلينا ناخذ الجانب الآخر بطبيعة. حاضر معنا سي نور الدين بن عياد عن اتحاد الفلاحة ولا صيد البحري, خلينا نفهم منه شنو اللي صار وهل اليوم بالفعل صار اقتحام وإلى ثم قرار قضائي على الأقل مبدئيا يقول أنه اليوم ولا يدعو إلى تنفيذ قرار للدخول إلى مقر الاتحاد ولا ثم حاجة جديدة بالضبط. سي نور الدين صباح النور, مرحبا بك. مرحبا, أهلا وسهلا, مرحبا بك. حبيت نوضح الفرق بين دخول واقتحام. يبدو لي وأن احنا كل يوم في المنظمة تاعنا وكل يوم في مكاتبنا كعدد تنفيذي كإداريين, واليوم كلمة اقتحام ربما ولا عامة ولا كذا, هي على خلفية أنه أشرنا للأمن لكونه عنا أكثر من 5 أيام هناك وجوه غريبة داخل المنظمة, نهيك حتى الموظفين والموظفات تقلقوا وحل هلع فيهم. اليوم أكثر من 10 ولا 15 معناها من 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 رجال ربما جابينهم للحراسة, وكذلك وجوه اللي ماهيش مألوفة أمام مكاتبنا. والشيء اللي خلانا اليوم تواجدنا بصفة طبيعية في المنظمة تاعنا, دخلنا مكاتبنا, دخلنا مكتب الرئاسة ما عندنا حتى إشكال, وهذا متفق عليه وقلنا راه بعد المكتب التنفيذي المعقد يوم 20 ماي الأسبوع الماضي اتفقنا على أساس باش نكبوا على ملفاتنا وإعداد العمل والملفات لمقابلة السيدة رئيس الحكومة ومن خلال السيدة رئيس الحكومة إلى أعضاء الحكومة السيدة الوزراء كل في اختصاصه, باعتبار أن اليوم اختصاصاتنا وملفات قطاعاتنا تآكلت وربما أضرت بالفلاحة متاعنا والبحارة متاعنا. الشيء اللي ما يتطلبش باش نزيدوا نوخروا, اليوم عنا أكثر من سنة ما عناش مقابلة لرئاسة حكومة أو أعضاء حكومة. الشيء اللي أضر بنا وأضر بفلاحتنا وهذا واجب قاعدين نقوموا به باش ننكبوا على ملفاتنا كل في اختصاصه, وهذا إذا كان ربما عبارات الاقتحام وعبارات احنا ما نسيناش ربما الإدارات خارجة على المنظمة. احنا في منظمتنا سي نور الدين منظمتنا والحمد لله استأنفنا العمل اللي احنا سي نور الدين انت قاعد معناها تدخل الى مقر الاتحاد عادي, لانه معناها سي خالد العراك يقول منذ تم تجميد العضوية متاعكم معناها يعتبر انه دخولكم الى المقر معناها ممنوع استنادا للتجميد هذية, وانه اللي صار اليوم حتى معناها ذاك علاش سماه نوع من الاقتحام. أختي الكريمة باش نزيد نوضح لك باللي إذا كان يقول ربما تجميد اللي ما عنده حتى صفة باش يجمد باعتبار أنه يوم 18 تم انتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع من أعضاء المجلس المركزي وعليه فينضبط إلى قرارات المنظمة إلى قرارات المجلس المركزي اللي يعتبر أعلى سلطة بين مؤتمرين, ثم المكتب التنفيذي في اجتماعه يوم 26 اللي انطلقنا في ملفاتنا ودراسة ملفاتنا, وهذا يعتبر الكل مضي على الوقت. علينا الانكباب إلى العمل ثم العمل ثم العمل. بيه معناها سي نور الدين انتوما اليوم القدوم تاع اعوان الامن معاكم في محيط مقر اتحاد الفلاحه بناء على طلبكم انتوما بسبب وجود اشخاص مشبوهه تقلقتوا منها داخل مقر الاتحاد احنا تم إعلام الأمن باعتبار أن ثم وجوه غريبة وقاعدة ربما معناها تقلق حتى في الموظفين والموظفات, وجوه معناها ما تمديش بالأمن الداخلي للموظف, وعليه الفتنة نظر معناها سيد رئيس منطقة الأمن في حي الخضرة وباش يأمننا المقر متاعنا, والدليل على ذلك أن حتى كان الأمن راهو خارج المنظمة ما همش داخل المنظمة لا قوة عامة ولا غيره. بناء على خارج الباب الحديدي والخارجي للمنظمة, وإذا ما نعتبروش راهو قوة عامة ولا غيره لا
مهمه. الطرف الاخر يقول ننتظر في رد النيابه العموميه ثم ربما حتى توجه الى القضاء. انتم في الانقسام اللي صاير داخل الاتحاد، ثم توجه الى القضاء لحل هذه المساله وعلى الاقل ضمان الشرعيه لكل طرف منكم هنا، ولا باش تقعد الامور داخل الاتحاد؟ لا لا، احنا هذه تعتبر امور داخليه تهم المنظم. اذا كان هو سي خالد حاشو باش يتقدم للقضاء، مستحيل كان القضاء باش يخرجني من داري اللي هي دار الفلاحين، دار البحارة، وما ينجم حتى حد يخرجنا من دارنا، خاصة ما قرارنا أخذناه مستند على القانون الأساسي متاعنا للمنظمة والقانون الداخلي للمنظمة. ولكن احنا ما احناش من النوع اللي باش نجمدوا وإلا باش نعزلوا، بل بالعكس احنا نادوا للم الصفوف والعمل معناها المتواصل للمنظمة، والمنظمة لا تقف لنوردين ولا تقف لشخص ولا تقتل الأشخاص. المنظمة عريقة وعندها معناها منظورها من فلاحين وبحارة، وهذوما الشيء اللي خلانا. دونك انتم اليوم متمسكين بصفتكم كرئيس لاتحاد الفلاحة والصيد البحري؟ نعم نعم بصفتي. وعلى هذا الأساس رئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وعلى هذا الأساس معناها سيتم التعامل معكم، وبهذه الصفة سيتم التعامل معكم في قادم الأيام فيما يتعلق اليوم بحضور الاتحاد في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية؟ نعم. وصلتكم الدعوة؟ نحن نتدابر، نحن نتدابر الأمر في مشاركتنا على مستوى الحوار الوطني أو اللقاءات الحكومية أو اللقاءات معناها الوزارية حتى نحلحل معنا من ملفات. وصلتكم دعوة بصفتكم واسمكم؟ نعم نعم. يبدو لي تتابعوا انتم رجال الإعلام اللي كونوا رئيس المنظمة في شخص نور الدين بن عياد في رئيسها، وكذلك معناها مواصلة العمل في هذه. ما عندناش فكرة إذا كان سي إبراهيم بودربيلة بعث لكم الدعوة الرسمية. بعثنا وخرجت في الرايد الرسمي بصفتكم انتم موافقة والحمد لله. واضح. شكرا لك، يعطيك الصحة سي نور الدين بن عياد على المداخلة وعلى التوضيحات. شكرا لك. ولا الأمور هذه على قيادتنا الجانبين في الموضوع هذا، شنو اللي صاير في الاتحاد الفلاحة؟ هي على ما يبدو ثم صراع بين طرفين، بين مرجعيتين. الأخر يقول أنا رئيس شرعي، والأخر يقول أنا رئيس الشرعي، والأخر يقول ما ثم كان مؤتمر انتخابي ونحين مؤتمر، والأخر يقول لا، المجلس الوطني هو أعلى سلطة ما بين مؤتمرين، وبالتالي يمكن اتخاذ الأجراء. وعلى ما يبدو ثم صراع داخلي طبعا هو بين المسألة حق، حتى أنا ما كنتش نعرف ظنيت أنه اقتحموا ولا دخلوا، لكن معناها هما يمشيوا ويجيوا للبيروات، وعلى ما يبدو الأمن تواجد في المحيط، لأنه هو يقول توا العهدة على مدى وام. أنا زوز أطراف بصراحة ما نجمش نبجر رواية على الأخرى، لأنه كل واحد يحاول أنه يبرر نفسه. يقولوا انه شاهد وجوه معناها غريبه داخل المنظمه وغيره، وبالتالي الامن طلب التدخل البلع، وباش معناها يمكن يتاكد اللي يجي باش يدخل يقول له انت تنتمي للمنظمه ام تنتميش، انت اداري هنا وتشتغل بصفه او باخرى ولا لا، ما نعرفش الحق فيما عدا هذا. على ما يبدو كذلك وانه السلطه اختارت تتعامل مع سي نور الدين بن عياد، لأنه شفنا رئيس الجمهورية قعد معه واعتبره هو رئيس الشرعي، وشفنا كذلك الدعوة كما كان يحكي سي نور الدين أنه دعاوه منها للحوار الوطني، وكذلك على ما يبدو يرتبوا في جلسات مع الحكومة لأنه عندهم عام ما قعدوش مع بعضهم وغيره. دونك ثم أزمة داخلية داخل هذه المنظمة أكيد جدا في مسائل كما هكا، هو القضاء هو فيصل، لأنه أي إنسان يعتبر نفسه ياسي معناها طرف الاخر ولا سي نور الدين بن عياد ينجم يجي القضاء وينجم ياخذ حتى معناها قضيه استعجاليه، لانه يعني في ثم بعض المسائل قضايا الاصليه يطول معناها الترافع فيها والحسم وابداء راي القضائي النهائي او على الاقل الابتدائي، يمشيوا لاجراءات يقولوا تحفظيه لمجور كونسرفاتوار تتخذ عاده وقت تبدا معناها ثم صبغه تقول انت متاكده اما لاتلاف اشياء او لضمان حقوق او حاجه مثل هك. دونك ينجموا يمشيوا للقضاء، والقضاء يجب ان يكون هو الفيصل. ماك تعرف القضاء هو الاساس في المسائل هذه، يجب ان يحسب خاصه مثلا متعلقه بالحريه وحريه تمثيل
ومشروعيتين يوم ثم تصادم بين مشروعيتين. نتمنى انه معناها المساله ما توصلش، خاطر قبيل اسبوع واحد قال واحد منا يموت عاك ما توصلش للمساله هذه، معناها انا مش دويش حتى حكيت الموت وغيره. نتمنى انه يلقاو حل، وعلى 600,000 فلاح وبحار في تونس اللي عانيوا ياسر، ونتمنى انهم يلقاو الحلول للفلاح التونسي اللي هو من حق في حاله لا يحسدوا عليها. هذاك في عوض توا نخط ولا معناها صراع بين القيادات، ما نعرفش ما قالت اليه الامور فيما بينهم من تبعت كي الناس الكل. وثم زوج مرجعيات وكل واحد يقول، واحد يقول هذايا ماذا الشغل عندنا هذا، والاخر يقول لا انا استقلت من عام 2012، وكل واحد يقول حسيل. فهمت الاساس، وانه اللي متاكد وانه الفلاح التونسي اليوم في وضعيه تعيسه ياسر، وان شاء الله يلقى ظلته في المنظمه نتاعو اللي هي منظمه عالقه وعتيده، وهي ركن من اركان البيت التونسي كما الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين لادومور تونيزي، فيها بعض المنظمات، منظمه المراه زي الاتحاد الوطني للمراه. يعني ان شاء الله يلقاو حلول فيما بينهم اللي يخدم مصالح الوطن ومصالح الفلاح التونسي اللي هو الحق في حاله يرثى لها، وفي حاله ديما يتشكى الفلاح وعنده الحق علاش يتشكى، والوكيل يتشكى زاد، وثم طرف اخر قاعد يستغل في الظرف هذا الكل. الحديث بقيه اكيد جدا تو نريدوا نسمعوا، لانه السرديات دائما ثقه فيها التشريع للذات، معناها لوتو جوستيفيكاسيون، معناها او التبرير الذاتي، لكن الحقائق تظهر عاده ما بين مختلف السرديات ومختلف التبريرات. ثم حقائق تظهر مع الوقت، احنا ممكن ربي يجريها من بعد، خاطر لحد الان احنا ما نعرفوش شنو القواعد شو موقفها. فهمت؟ لانه بالحق معناها هما تو كل واحد يقول انا المثل الشرعي الوحيد كما نقولوا فيه. اي والقاعده مع شكون القاعده هذه الاشكاليه. ربي جرها على صلاح. هذاك اللي نجم نقوله، كنا نتمناو انه نحكيو على مشاغل الفلاحين وعلى مشاكل الفلاحين ومشاكل الفلاحة في تونس. نلقاو روحنا اليوم في اعرق منظمة نحكيو على مشاكل وانقسام داخلي. على كل حال كما قلت سفيان، تنتابعوا ونزيدوا الموضوع وين باش توصل الامور داخل اتحاد الفلاحة والصيد البحري. هكا نكون وصلنا لنهاية برايم تايم لليوم. نتقابلوا ان شاء الله كالعادة غدوة في نفس التوقيت من 7 حتى للعشرة. شكرا للناس اللي يتبع فينا الكل، مستمعينا الأوفياء اللي يتبعوا فينا على نوتخ فريكونس داخل تونس ولا خارجها، واللي يتبعوا خاصة زادا كيف كيف في فيديوهاتنا اللايف الكل تلقاوهم على الباج فيسبوك ولا على شين يوتيوب غاديو ماد. شكرا على تفاعلاتكم، على مساجاتكم وعلى أصواتكم اللي قاعدة توصلنا على رقم الريبوندور. شكرا لكافة فريق البرنامج، شكرا سوفيا، شكرا أحمد، شكرا سمية، شكرا فرح في الستاندار، وأميمة في السيت، وصفاء في الأخبار. تقابلوا غدا، باي باي.